إذا نعود كان لكم إلى جانب رئيس نادي جنا سبورتيف أستاذ يوسف باسيل. أولا بدي أتشكرك اليوم على استضافتك لهذا النشاط. أهلا وسهلا فيكم. الباترون دائما فاتح أبوابها والنادي بالأخص لكل شيء نشاط رياضي. أستاذ يوسف اليوم قدرتوا تكسروا رقم قياسي على صعيد فئة مدون 14 سنة. طلع عندكم من الباترون رواد عطية الأول على صعيد الترتيب العام بين كل الأكاديميات، لما قال لك إنه قدرتوا تكسروا رقم قياسي ومن الباترون طلع في لاعب قدر يكسر هذا الرقم القياسي، قديش حضرتك بتكون فخور وقديش بتكون سعيد إنه اليوم عم بتخرج هاللاعبين من عندك؟ أكيد هذا فرح كبير، وكمان هذا الهدف اللي وقت أسسنا الملعب واشتغلنا عليه تيكون هذا الهدف، كان انه نوصل لنحقق نتائج وانجازات وسكورات بالرياضه، ويا ريت كانت الظروف احسن من هيك. يعني ظرف الكورونا خلى كثير من الشباب يبعدوا شوي، يخافوا يقعدوا بالبيت، ما يكونوا كثير مختلطين مع خصوصا بهيدي الرياضه، يعني فيها كثير مزبوط في بيقربوا كثير على بعضهم. بقى مع هيدي كان بتصور لو الشباب كانوا اكثر من هيك واشتغلوا اكثر مع مرقت هيدي الظروف كنا اكيد بنجيب نتائج اكثر. يعطيهم الف عافيه، برافو، والشباب مواظبين وعم بيشتغلوا على حالهم. استاذ يوسف اليوم اذا بدنا نحكي على صعيد الباترون، على صعيد كره السله الباترونيه او حتى على صعيد منطقه الجبال والشمال، اليوم قديش مهم انه تكون حضرتكم بالتعاون مع كل المنطقه والمناطق المجاوره عم تشتغلوا على انماء الرياضه، على خلينا نقول توسيع هذا النشاط الرياضي على صعيد لبنان او حتى على هيدي المناطق هون بالذات، قديش مهم اللي عم تعملوه؟ كثير مهم. قلت لك اول ما فكرنا نعمل هيدا الملعب مشان يكون عندنا مدارس رياضيه، وهذا اللي حققناه من سنتين. كان عندنا بلشنا باكاديمي فولي، اكاديمي باسكت وفوتبول، وعم نشتغل عليهم وبين بون وكل هالرياضات، وعندنا اربع رياضات مرخصه، وهدف انه نتعاون. كنا حاطين برنامج اذا قررت، كنا بنعمل بطوله مدارس منطقه، بعدين بننتقل لشوي بنروح للشمال نعملها بهذا الملعب، لانه ملعب مقفل تقدر تعمل فيه اي نشاط باي ساعه اللي كان. ثابت هيدي السنه سنه استثنائيه، خففتنا من هالنشاط وهيدا العزم، بس ان شاء الله الله يفرجها ونمرق من هالازمه الصحيه ونرجع كمان ننطلق ونرجع ننفذ اللي حاطينه البرنامج اللي متوقعين انه ننفذه. يلي بيواكبكم بشوف انه بلشتوا من الدرجه الخامسه وصلنا الدرجه الثالثه، وهلا عندكم هدف تطلعوا على الدرجه الثانيه، ومن بعدها حسب ما فهمت عندكم هذا الهدف توصلوا للاولى، عندكم هذا الهدف موجود، وشو برايك انتم يعني شو التارجت اللي حاطينه انتم براسكم؟ التقدم دائما حاطينه قدام عينينا، وقدام بدنا نطلع السلم درجة درجة، وكل خطوة عم نطلعها عم نكون دارسينها مزبوط، ما بدنا نعمل دعسة ناقصة. بلشنا بالأكاديمية قلنا سنتين، الفريق هذيك السنة كان كتير جيد، حتى في عناصر من الأكاديمية كانوا مشاركين بالفريق الدرجة الرابعة اللي هو طلعنا فيه للثالثة، والسنة كمان الفريق ذاته عم نحافظ عليه ونقوي وعم ندعمه بشباب عندهم خبرة أكثر بالملاعب وبمباريات بالأولى والتانية. إن شاء الله منحقق ومنوصل للتانية، وإذا الله راد للأولى، هذا الهدف اللي حاطينه. اليوم لما نحكي عن توصل للأولى، يعني عم تحكي عن ميزانية معينة، عم تحكي عن لاعبين، وحكيت عن شغلة كثير مهمة اللي هو إنشاء الأكاديمية، هل عندكم هذا الهدف كمان إنه من الأكاديمية تكون عم طلعوا لاعيب من الباترون خلينا نقول تصدروا من الباترون لباقي المناطق اللبنانيه او لباقي الانديه؟ اكيد المدارس كثير بتهم، كثير مهمه، ووقت الاولاد بيتعلموا بيتمرسوا، نحن هدفنا بالعكس الرياضه تنتشر. هلا اذا عندك وصل فتره عندنا 110 اولاد بالاكاديميه، يعني اذا طلع عندك فريق عبينا العدد بنادي الباترون وفي شباب حابه وعندها الطاقه، ليش لا، ما بيمنع انه تكون تروح على غير انديه وتكون فخر. كمان في كثير عندنا شباب من الباترون شاركوا بفرق فوليبول وباسكت، اكثر فوليبول بدرجه اولى، وبعدهم هلا يمكن في قسم عم بيلعبوا، وكمان ليش ما بيكون عندنا بالباسكتبول كمان لعيبه بيلعبوا بالاولى، هذا كمان فخر لنا ونحن بنعتز بهذا الشيء انه ربيناهم وصدرناهم لكل لبنان، وان شاء الله بينطلقوا ان شاء الله. اكيد قديش برايك، هذا السؤال الاخير لك، قديش برايك الرياضه هي بتشكل امل للبنان؟ هي المنفذ الوحيد يلي بكل الناس، ان كان طبيا صاروا بيوصفوا الرياضه، واحد منكرز بيجي بفش خلقه بالرياضه، هيدي يعني دواء لكل شيء، وان شاء الله هذا الهدف اللي نحن بنرجع بنقوله، الهدف اللي عملنا الملعب انه تيجي الناس
ما بدنا حجر ما يكون في حياة، الحياة هي ضل الملعب عم يشتغل إن شاء الله 24/24. أستاذ يوسف باسيل رئيس نادي جنة سبورتيف، شكرك. مرسي بوكو، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله كمان بيكون في نشاطات تانية معكم هون بالملعب إذا الله راد. أستاذ يوسف باسيل، أنا راح أتوقف معكم لدقائق معدودة قبل الانطلاق في الـ Above 18 وبرجع معكم.